طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن هجمات مسلحين مجهولين استهدفت مكاتب عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة ضالع. شهود عيان قالوا إن مسلحين مجهولين استهدفوا مع حلول الليل مكاتب لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمتي أوكسفام وميرسي كوير ومركز هيا لتنمية المرأة وفرع منظمة أكتيد. وأضاف الشهود أن هذا هو الهجوم الثالث الذي يستهدف مكاتب المنظمات الإنسانية بعد هجوم بقذيفة RPG استهدف مكتب منظمة أكتيد الفرنسية الجمعة الماضية. وأفادت مصادر محلية أن الهجوم حمل طابعا واحدا إذ قصف المسلحون تلك المقار بقذائف RPG ما أدى إلى دمار جزئي وإصابة شخص واحد كان يعمل حارسا لمقر منظمة أكتيد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دوافع الهجمات المنسقة ضد المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في الضالع واليمن عموما، ومن يتحمل المسؤولية إزاء مخاطر انزلاق مدن الجنوب نحو دوامة العنف. نشاهد التقرير ثم نتابع النقاش مع ضيوفنا الكرام. هجمات منسقة ومتزامنة طالت مقرات 4 منظمات عاملة بالمجال الإنساني في الضالع، المحافظة التي لا تزال تعاني تداعيات الحرب وآثارها الكارثية وهجمات ميليشيا الحوثي المستمرة. شهود عيان قالوا إن مسلحين استهدفوا مع حلول الليل مكاتب لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمتي أوكسفام ومرسيكيور ومركز هيا لتنمية المرأة وفرع منظمة أكتيد. حملت الهجمات طابعا واحدا إذ قصف المسلحون تلك المقار بقذائف RPG ما أدى إلى دمار جزئي وإصابة شخص واحد كان يعمل حارسا لمقر منظمة أكتيد. لم تعرف دوافع الهجمات غير أنها أثارت تساؤلات عدة حول الجهة المسؤولة عن تلك العملية وأهدافها وعلاقتها بالأوضاع السياسية والعسكرية في المحافظة. يقول ناشطون محليون إنه من المحتمل أن تكون ثمة دوافع سياسية تقف خلف هذه الهجمات مع الانتقادات التي أطلقها خطباء مساجد متشددون ومسلحون قبليون مناهضون للمنظمات الإغاثية المتهمة في نظرهم بتنفيذ أنشطة تتعارض مع الدين والتقاليد والأعراف القبلية. ولم تكد تمر ساعات على الهجمات حتى أخلت تلك المنظمات جميع العاملين بها من المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. يبدو أن تصاعد الهجمات ضد المنظمات الإغاثية على هذا النحو يثير مخاوف السكان المحليين من انزلاق مدن جنوب اليمن مرة أخرى نحو دوامة العنف. ومع غياب مؤسسات الدولة وسيطرة الجماعات الدينية المتشددة والتشكيلات العسكرية المسلحة على محافظة الضالع والمحافظات المحررة فإن الأوضاع تنحدر إلى الأسوأ. إذن ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من محافظة الضالع الناشط الحقوقي خالد الزنداني. سيد خالد مرحبا بك معنا في برنامج زوايا الحدث. بداية لو تضعنا في صورة ما حدث في الضالع وهل لديك معلومات حول ما حدث هناك؟ خالد الزنداني هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد خالد الزنداني الناشط الحقوقي كان معنا من الضالع حول حلقة أو موضوع اليوم حول هجمات مسلحين مجهولين استهدفت مكاتب عدد من المنظمات الإنسانية عاملة في محافظة الضالع. وأيضا الحلقة تتمحور حول أن الهجوم كان يعني حسب شهود العيان هو الهجوم الثالث الذي يستهدف مكاتب المنظمات الإنسانية بعد هجوم بقذيفة RPG استهدف مكتب منظمة أكتيد الفرنسية الجمعة الماضية. هذه الحلقة تتمحور حول نذكر أنها حول محورين. المحور الأول يتحدث عن دوافع الهجمات المنسقة ضد المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في الوضع في الضالع واليمن عموما. إذن ينضم إلينا من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مرحبا بك معنا في هذا الحلقة. كيف تنظر لما حدث من هجوم مسلح على مقرات عدد من المنظمات الإنسانية في الضالع بداية؟ التحية لك بداية ولمشاهدي القناة.
ما حصل في الضالع يومي أمس وأمس الأول عمل مؤسف، يضع الضالع في دائرة حمراء من التطرف، ويعني محل استهجان محلي وإقليمي ودولي، بمعنى أن الضالع أصبحت ساحة للتطرف والإرهاب. وخروج هذا الكم الكبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني والتنموي وفي يومين متتاليين يعني أمر مؤسف جدا. طبعا الاستهداف الأول وقع أمس الأول لمنظمة أكتب، وأمس ليلة أمس جرى استهداف ثلاث منظمات وهم في شارع واحد، ومقار هذه المنظمات متقاربة دون وجود أي غطاء أمني أو تحرك من قبل الجهات الرسمية. الضالع تحديدا هي الوجه الحقيقي للمجلس الانتقالي، هو الذي يستفرق بكل السلطات من لدن المحافظ إلى السلطة الأمنية إلى السلطات العسكرية بدون منازع. وبالتالي وجود هذا الاستهداف وهذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن يعني نبعدها أو أن تكون بعيدة عن المجلس الانتقالي كميليشيات يعني متورطة في هذا العنف. إذا عدنا إلى الأسابيع الماضية، هناك جملة من التطورات أو الوقائع التي قد تقودنا إلى حدث الأمس وأمس الأول. هناك تحرير جرى من قبل سلفيين متشددين في أربعة مساجد في الضالع، يحرضون ضد عمل المنظمات على اعتبار أنها تمارس أعمال غير أخلاقية حسب وصفهم، وأنها تقوم باستقطاب النساء. لكن قبل ذلك رأينا رئيس المجلس الانتقالي تحديدا قام في فعالية قبل أسابيع بمنع منظمة اليونيسف من الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وأنزل لافتات منظمة اليونيسف في مدرسة وثانوية صالح قاسم وسط مدينة الضالع. المجلس الانتقالي كذلك قام بمنع إقامة فعالية لوزارة حقوق الإنسان في مقر سينما الضالع. المجلس الانتقالي قام قبل ذلك بمنع فعالية ممولة من اليونيسف أقامتها وزارة الشباب والرياضة في مدينة الضالع. إذن هم جميعا المجلس الانتقالي والمتشددين يسيرون في فرق واحد، وهم المسؤولون عن هذا الاستهداف. نعم، بالنسبة لسياق ما يمكن أن نضع هذا الهجمات أو هذا الفعل وهذا الهجوم، كيف يمكن أن نفسر من هو أو لمصلحة من ومن المستفيد من هذه الهجمات بداية؟ طبعا الضالع كما ذكرت لك محكومة من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي. غياب الدولة، غياب مؤسسات الدولة، وجود الميليشيات هو نتيجة طبيعية لما نراه اليوم من هذا الاستهداف والعمل المنهج ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني والتنموي، وقبلها مقرات الأحزاب، وقبلها الجمعيات الخيرية المحلية التي نزحت بشكل كامل من مدينة الضالع. لمصلحة من؟ هو لمصلحة الفوضى، لمصلحة عدم الاستقرار. هناك أطراف تتصارع في الضالع حول النفوذ، وربما من مصلحتها أن توصل. نعم سيد عبد الرحيم، سأعود إليك لنتحدث أكثر حول لمصلحة من ومن المستفيد من هكذا هجمات. وهناك أيضا طرح أن الضالع يعني تعاني من فراغ أمني كبير وأعراف قبلية يعني تناهض أو ضد هذه إقامة أو عمل المنظمات الدولية في محافظة الضالع. ينضم إلينا من الضالع الناشط الحقوقي خالد الزنداني. سيد خالد، كنت قد سألتك سابقا لو تضعنا في صورة ما حدث هناك، وهل لديك معلومات إضافية حول ما جرى؟ ما جرى ليلة أمس في الضالع أعتقد أنه نتيجة للتغذية الخاطئة الذي قام بعض أئمة المساجد
لبعض للناس، من ثم قد هناك يكون طرف آخر استغل هذه التغذية وقام بهذه المهمة العبثية ضد هذه المنظمات الإنسانية التي تقوم بكل عمل إنساني لخدمة المواطنين. ولكن لا ننسى أخي أن هذه الأحداث أو هذه الصراعات الموجودة في مدينة الضالع كما قال الأستاذ عبد الرقيب الهدياني هي عبارة عن صراعات متراكمة، بمعنى أن هذه الاعتداءات قد سبقتها اعتداءات أخرى مسبقة وقبل سنوات أو في الأخص قبل سنة وأكثر، عندما تم الاعتداء على منظمة أطباء بلا حدود أكثر من مرة ومن أشخاص معروفون، حتى أنهم عن السلطات عاجزة عن إيقاف أي شخص يقوم بالاعتداءات. فنقدر نقول أن الاعتداءات التي حدثت ليلة أمس ما هي إلا لهذه التغذية الخاطئة من قبل أئمة المساجد. كذلك لا ننسى أن الضالع تعيش في انفلات أمني تام، يعني لا يوجد أمن داخل محافظة الضالع أو مدينة الضالع حتى نستطيع أن نقول أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولياتها، فلا يوجد أمن بالخالص، بمعنى أن هذا الصراع مغذى من أطراف. وكذلك من نفذت هذه الهجمات هي قد تكون أطراف محسوبة على هذه الأطراف اللي قامت بالتغذية، أو تكون أطراف أخرى استغلت هذا الوضع اللي هو الانفلات الأمني وقامت بهذه الهجمات. نعم سيد خالد الزنداني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نعود إلى ضيفنا عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، إذا استمعنا إلى ضيفنا من الضالع خالد الزنداني حول أنه هناك تعبئة خاطئة وأيضا من قبل أئمة المساجد في الضالع، وأيضا بالإضافة إلى أن الضالع تعاني من فراغ أمني وتحكمها أعراف تقليدية، برأيك من يتحمل المسؤولية؟ هل من هم الآن يعني يتولون الجانب الأمني المجلس الانتقالي في الضالع، أم المجتمع والتعبئة التي تحصل الآن الحاصلة في أو التعبئة الحاصلة التي تحصل لأبناء محافظة الضالع؟ طبعا ونحن نتابع الأحداث في الضالع لاحظ أننا إلى الآن رغم مرور يومين على الحادث الأول لم نستمع إلى بيان توضيحي لا من السلطة المحلية ولا من الجهات الأمنية، يعني وكأنها الحاضر الغائب عن كل هذه الأحداث وكأنها غير معنية بما يحدث اليوم. العالم كله اليوم يتناقل الأخبار والحدث والكارثة، هذا الإجلاء الجماعي للمنظمات الدولية من محافظة الضالع، ولم نستمع حتى الآن إلى تعليق واحد لا من محافظ المحافظة الذي يشغل ثلاثة مناصب، هو محافظ المحافظة وهو رئيس المجلس المحلي وهو قائد المحور في المحافظة، حتى الآن لم نستمع إلى بيان، بمعنى أنهم غير مهتمين وغير مسيطرين وغير آبهم بما يحدث ولا يقدرون حتى حجم الكارثة التي تقع اليوم على الضالع والتي تخسر اليوم في الجانب الإنساني التي كانت تعمل عليها هذه المنظمات. طبعا الضالع تعاني من فراغ أمني، تعاني من كارثة بيئية، تعاني من فقر، وكانت هذه المنظمات تحاول أن تغطي الجانب الإغاثي وتغطي الجانب التنموي، تقوم برصد بعض الطرق وتقوم بأعمال النظافة، وهي اليوم يعني تخرج من المشهد بشكل كامل والسلطات المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة. محافظ المحافظة اليوم الذي يغيب عن مثل هذه الأحداث هو المسؤول الأول اليوم في الضالع، هو الذي يمثل رئيس الجمهورية، هو المسؤول الأول عن كل ما يحصل في هذه المحافظة التي تعاني يعني مجمل المعاناة والظروف السيئة. بالتالي كل هذه العوامل المجتمعة تتحملها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ علي مقبل. نعم، إذا ما تحدثنا عن الأثر الإنساني حول توقف عمل منظمات الدولية في محافظة الضالع، ونعرف أن محافظة الضالع تعاني من جانب إنساني متدهور، برأيك توقف هذه المنظمات هل هو وارد وعودتها
للعمل، هل هو وارد الآن بعد هذه بعد هذا الاستهداف وهذه الحملة التشويهية ضده؟ طبعا يعني منظمة أطباء بلا حدود خرجت من الضالع قبل عام نتيجة كما ذكر ضيفك خالد من الضالع لعدة استهدافات وهجومات من مسلحين ويعني بلاطجة، ومع ذلك إلى اليوم ورغم مرور عام على خروجها من الضالع لم نسمع عن أي جهد بذل من قبل السلطات المحلية من قبل المحافظ لعودة هذه المنظمة التي أبناء الضالع بأمس الحاجة إليها في تطبيبهم في تقديم الرعاية الصحية. اليوم جميع أربع منظمات اليوم أعلنت عن خروجها من الضالع، وبعضها كمنظمة أدرى يعني هددت وأمهلت المحافظ 3 أيام حتى يقوم بتأمين مقرها. أنا أعتقد أن الضالع هي الخاسر الأكبر، وقبل الخسارة الإنسانية وقبل أن يخسر المحتاجون وتخسر البيئة وتخسر التنمية في الضالع، تخسر الضالع سمعتها محليا ودوليا كمنطقة حمراء متطرفة أمام العالم وأمام الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي. لذلك أخاطب أين العقلاء أبناء الضالع؟ أين يعني من لهم صوت في الضالع؟ ألا يستشعرون هذا الواقع الذي تقاد إليه الضالع؟ هذا الصمت الذي يعني عليه السلطات المحلية في الضالع وهم لا يستشعرون المسؤولية؟ اليوم الضالع يعني تكاد أن تحقق الرقم القياسي الأكبر بهذه الجريمة الكبيرة وسط تقاذف الاتهامات. اليوم سمعنا إلى السلطة المحلية بعض المسؤولين يتهمون جهات معينة ويلقون بالتهم جزافا، وكان الأولى بهم باعتبارهم يمسكون بكل الأجهزة المتحكمة في الضالع أن يقوموا بتحقيق حقيقي وأن يقدموا دلائل ويوضحوا من هو الجاني ومن الذي يعبث في الضالع. يعني هناك يعني جرائم متتابعة ولا نسمع إلا تبادل الاتهامات، ولم نرى جهدا حقيقيا لكي يوقف هذا النزيف. نعم، عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي كنت معنا من عدن الصحفي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث حسن مغلس. سيد حسن، بداية كيف تقرأ ما حدث وما الرسالة التي يمكن فهمها من ذلك، من تلك الهجمات، وما الذي تريدها الجهات المهاجمة أن تقوله بهذا الهجوم وهذا الاستهداف للمنظمة الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتفجيرات هذه أصلا سبقت، كان يعني الانفصالي والانتقالي يعني يلمح لأشياء كثيرة بالنسبة لهذه المنظمات، وأساسا لا يريد أي منظمة شرع دولية أو تبع الشرعية أو تكون ليد الشرعية في المنطقة هذه حتى لا تتم مراقبتهم على أفعالهم التي يقومون بها علنا. طبعا هم تحولوا الضالع أصلا يعني للأسف الشديد نقدر نقول قد تحولت إلى مناطق فوضى عارمة فيها، فلهذا هم حينما يضعون هذه المنظمات يريدون إبعادها أولا من منطقة الضالع، ثانيا يريدونها أن تبتعد إلى أراضي يستفيد منها الحوثي أكثر من، لأن حينما غادرت من الضالع جزء منها راح إلى الحوثي إلى مناطق سيطرة الحوثي في قعطبة وجزء منها رجع إلى عدن، وسبق يعني قد أخرجوا أطباء بلا حدود. ففي الانتقال لا يريد أي رقابة أساسا عليه من أي منظمة أو أي شخص يتابع أفعالهم وكذا، ولهذا الرسالة هم يوجهوها. أيضا في نفس الوقت يريدون أن يتهموا فريق آخر من على أساس أنه وراء هذه التفجيرات، ويحملون على أساس أنه هناك إرهابيين وراء الموضوع أو هناك يعني في هناك منظمة أخرى، بينما كل أصبع الاتهام هي واقعة عليهم لأن المحافظ متواطئ صاحبهم، ولأنهم أساسا يعني ضالعين في هذه الجرائم، وليست أول الجرائم التي يرتكبونها سواء في عدن سواء في الضالع سواء في حتى إذا وصل بهم موضوع الأبيان إلى حضرموت إلى سقطرى إلى، فهم أصلا
يعني ينفذون أجندة خارجية يراد لمنطقة الضالع لا تكون تحت أي سيطرة غيرهم هم، لا خاصة في الفترة الأخيرة حين حتى جمعوا تحتهم ذريعة الإرهاب، جمعوا كل الدراجات النارية وأخذوها بأربع سيارات كبيرة على حجزها أولا في مرور عدن، ومن ثم نقلوها إلى الضالع كلها عبر سيارات، يعني كم ألف موتور ماذا يريدوا هؤلاء؟ يعني حتى استنزفوا المنطقة من كل، استفرغوها من كل شيء طبيعي، يعني الناس كانوا تشتغل على هذه الموتورات، تشتغل على يعني تطلب رزقها، بحكم لا توجد الآن وظائف ولا مرتبات، ومع هذا جاءوا واتهموا وبحجة أن هناك عملية إرهابية، أخذوا كل الدراجات النارية وتهجيرها إلى منطقة الضالع هذا خلال الأسبوع اللي فات. يعني هؤلاء إلى أين يريدون بالبلد؟ هؤلاء أصلاً يتلقون دعماً غير عادي. نعم، لكن سيد مغلس، هناك أيضاً من يفسر هذه الهجمات ويبررها بأن هذا الاعتداء يعني مبرر، وسيما أن المنظمات أيضاً متهمة بأنشطة مشبوهة لا يقبلها مجتمع محافظ مثل مجتمع محافظة الضالع، ونحن نعرف أن هناك حوادث سابقة حدثت، تم قتل مغني وأيضا حوادث فيها طرد فنانين من محافظة الضالع، يعني أن هناك تعبئة حول أي أنشطة جديدة أو خارجة من محافظة أو خارجة من المحافظة إلى داخل محافظة الضالع، ما رأيك حول هذا التفسير؟ نعم، هم أي أنشطة أو فعاليات أو منظمات تقدم بعض المعونات الخيرية أو الطبية أو هذا لا يريدون بقائها إن لم تسلم إلى أيديهم هم من يتحكم بها، ما لم فلترحل. طبعا هم لا يعلنون صراحة هم وراء هذا الشيء، لأنه من هنا سيتحولون إلى طارد للأمم المتحدة، وقد يعني تكون التهمة واضحة وسيكون مطالبين للعدالة الدولية على الأقل. لكن هم وراء هذه العمليات هم لا يريدون شاهد ملك على أفعالهم داخل المنطقة هذه، لا يريدون أي أنشطة تستدعي قدوم أي شخص أجنبي، مش المقصود بالأجنبي أنهم يرفضون النوع الأجنبي، النوع المراقب لهم. طبعا هم يعتقدون أنه وراء هذه المنظمات أيضا الشرعية ممكن تبعث برجال لها يتبعون الشرعية، بحكم أن المنطقة بحاجة إلى، للأسف الشديد المنطقة بحاجة إلى معونات وإلى طب وإلى تمريض، ولا يعني حالة المرضية والحالة الفقر وحالة كلها محتاجة. إذا ماذا يفعل هذا الانتقالي؟ الانتقالي يعبث الآن حتى بأبناء منطقته. مثلا سيصحوا الناس إن شاء الله، لأنه هو الآن يعبث بأبناء المنطقة أنفسهم اللي ربما هم رافضين له حتى الآن. الاستقالات اللي نسمعها بالانتقالي والأشياء الآن من قيادة الانتقالي تدل على أن الانتقالي يفكك نفسه من حيث يعلم أو لا يعلم، هو في الأخير ينفذ أجندة خارجية ويكسب أموال مؤقتة ويخدم بهذا الحوثي. الحوثي الآن يخطط أعمق من الانتقالي، ربما يأمر الانتقالي، لأنه الآن هجرت المنظمة الدول الطبية إلى مناطق سيطرة الحوثي، معناه أن الحوثي سيستفيد من هذه المنظمات يعني تحول المعونات إلى مناطق سيطرة الحوثي، وبذلك خسرت الضالع هذه الفوائد اللي كان ممكن يجنوها أبناء الضالع أنفسهم وليس لأحد غيرهم. يعني المنطقة المنظمات التأثير كله في منطقة الضالع للأسف الشديد. نعم. ما يريد هؤلاء؟ شكرا لك حسن مغلس الكاتب والباحث، كنت معنا من إسطنبول، وأيضا الشكر لعبد الرقيب الهدياني كان معنا من عدن، الصحفي والمحلل السياسي والناشط الحقوقي خالد الزنداني. وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث، والشكر موصول لمعد ومقدم الحلقة وفريق العمل، وإلى اللقاء.